خلاص اوكي اوكي ايوه اوكي اوكي اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. اليوم تدعوكم مبادرة الباحثين السودانيين فرع علوم المختبرات الطبية لحضور بث مباشر بعنوان تجربتي الشخصية مزاولة مهنة المختبرات الطبية في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تختصر بالـ ASCP. المقدمون اليوم الطيب محمود عبد الرحمن عبد الله، خريج بكالوريوس علوم مختبرات الإسلامية 2009، الحاصل على ماجستير جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا كلية علوم المختبرات 2011، والآن حصل على رخصة as microbiologist technologist للـ ACB. المحاور تتلخص في اليوم لمحاضرته اليوم الحصول كيفية الحصول على الرخصة، كيفية البحث عن الوظيفة في الولايات المتحدة الأمريكية، وأخيرا كيفية مزاولة المهنة. فلتتفضل أخونا الدكتور الطيب. مشكورا. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا دكتور نادر، شكرا الإخوة والدكاترة الذين ساهموا في هذه المجموعة المساعدة في تطوير مهنة المختبرات الطبية في السودان. شكرا لهذه الفرصة. طيب، كما ذكر دكتور نادر، أنا الطيب محمود عبد الرحمن عبد الله، خريج الإسلامية 2009، ماجستير جامعة السودان مايكروبيولوجي 2011، ثم هاجرت إلى السعودية لمدة سنتين، ومن ثم هاجرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق اللوتري. طيب، موضوعنا اليوم اللي هي كما ذكر الدكتور، إن شاء الله سأتحدث عن التجربة الشخصية لمزاولة المهنة في الولايات المتحدة الأمريكية. Just a disclaimer المفروض عمله اللي هي التوبيك الموديل اللي أتحدث عنه اليوم، لا تضمن لك الوظيفة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي فقط تجربتي الشخصية. إذا كان هناك أخطاء ولا عدم تطابق مع تجارب أخرى، اللي هي هذه هي just فقط تجربتي الشخصية، ممكن يكون في اختلاف بين شخص وشخص. تجربتي تختلف عن تجربة أي شخص تاني في الولايات المتحدة الأمريكية. بالنسبة لمزاولة المهنة، طبعا بس ما أنا الوحيد من السودان في الولايات المتحدة الأمريكية، في سودانيين كتار يتحصل على الشهادة على التصنيف واشتغل في ولايات مختلفة كتار جدا، يعني في مجموعة للمختبرات الطبية السودانيين في الولايات المتحدة الأمريكية. طيب، نبدأ الطبيب كما وضح في الشاشة اللي هي finding a job، اللي هي كيف تحصل تجد الوظيفة. أنا عكست الترتيب، اللي هي دائما في بعض الناس يبدأ بالcertification واللايسنين، ثم إيجاد الوظيفة اللي هي بعد ذاك الworking. بالنسبة لي أنا اللي هي كان اشتغلت في الأول، لأنه حاولت أقدم للcertification في البداية، requirement ما تامة، حاولت أشتغل في الولايات المتحدة الأمريكية يعني لمدة معينة، ثم قدمت للتصنيف أو certification. طيب، نبدأ بالجاب. طيب، بالنسبة للوظيفة في الولايات المتحدة الأمريكية لخريجي المختبرات الطبية، في different type of job هنا، يعني ما شرط إنك تشتغل فقط في مجال المختبرات الطبية. يعني أنت كخريج مختبرات طبية ممكن تشتغل في research laboratories، ممكن تشتغل في industrial laboratories، ممكن تشتغل في medical laboratories. وطريقة أوسع بالنسبة لناس الكيمستري وناس الميديكال مايكروبيولوجي،
اللي هم ممكن يشتغلوا في الفارم فارما اندستري اللي هي المعامل الصيدلة والفود اندستري معامل شركات الأغذية. هي فرص الولايات المتحدة ممكن الواحد يقدم فيها للوظائف. بالنسبة لي أنا قدمت للميديكال لابوراتوري لأنه في البداية ما كنت أعرف إنه في فرص لنا ممكن نقدم في الوظائف الثانية اللي هي قدمت في مجال المختبرات الطبية عشان كمهاجر من السودان للولايات المتحدة الأمريكية عشان أقدم وأشتغل في الولايات المتحدة الأمريكية. كان بالنسبة لي محتاج أنمي بعض المهارات المهمة، مثلاً عندنا زي الـ communication skills والـ English fluency، ومعروف يعني إن مهما كنت في السودان يعني مهما كان الـ English في السودان أنت مستواك في الإنجليزي كويس، لما تهاجر الولايات المتحدة الأمريكية الحين عندهم الـ American English، اللي عندهم different accent بتاعهم والطريقة اللي هم بيتكلموا بها تختلف شوية. يعني ممكن أنت بتكون مستواك في الإنجليزي كويس لكن هم ما يقدروا يفهموا، ممكن يكون عشان الأكسنت، ممكن يكون عشان الكلمات اللي أنت تختارها تتكلم بها. يعني أنت محتاج شنو تتعلم الأمريكان إنجليش عشان تكون عندك تكون إفكتيف كوميونيكيتر. نمرة اثنين خير الكوميونيكيشن سكيلز، عندك الإنجليش فلوينسي برضو، يعني أنا كنت محتاج أعمل إمبروفمنت ودي عملتها. كيف؟ بالإضافة للديل في الولايات المتحدة الأمريكية عشان تشتغل أنت محتاج work authorization، يعني لازم تكون والwork authorization تتحصل على إما أنت تكون permanent resident لو كان جيت باللوتري، أو أي هجرة تانية وتحصلت على الجرين كارد أنت بقيت permanent resident توالي أنت تريق الجرين كارد أنت بتكون عندك ال authorization تشتغل، ولا تكون American citizen، ولا الناس اللي بيهاجروا عن طريق الفيزا، فيزا العمل. طيب بالنسبه للانجليش فلوينسي امبروفمنت استخدمت عده مواقع وكورسات. اكثر موقع استخدمته هي uslearner.org. هي موقع جميل جدا، يعني بعلمك الامريكان انجليش. في طرق تانية ممكن اللي هي الـ ESL English as a second language. كورسات بتقدمها الحكومة او حكومة الولايات، او دائما هي تكون تبع الحكومة الولائية، موجودة في الـ community college ولا بعد المعاهد الصغيرة، بقدموها فري للناس الاميجرانت عشان يستفيدوا منها. وانا استفدت كثير من المواقع الاخرى، عندك زي الامريكان انجلش دوت ستيت دوت جاف اللي هي وزاره الخارجيه الامريكيه، لها موقع بتقدم كورسات وكتب للامريكان انجلش. في مواقع ثانيه كثيره جدا دي جزء كامثله، يعني عندك زي edx.org، عندنا الكورسيرا.org، وعندنا خان أكاديمي، عندهم كورسات جميلة جدا في الرايتينج والإنجليش كومبوزيشن. في موقع تاني موقع برونانسيان، موقع برونانسيان.com، هي موقع تهتم بالبرونانسيشن، يعني دائما بتعمل أكسنت ريدكشن بالنسبة للناس النان أمريكان، حتى لو كان أمريكان بيساعدهم في البرونانسيشن. موقع مهمة جدا لأي واحد دار يحسن pronunciation ويكتسب American English. في موقع تاني اسمه ES Lab، وده موقع فيها تسجيلات وترانسكريبت للتسجيل، بيساعد في listening، يعني مهمة جدا في listening والأذر skills برضو. آخر حاجة أقول زي ما ذكرت اللي هي uslearner.org. هي شكل الموقع uslearner.org، هي موقع free مجاني، ما عليك إلا تعمل account وتدخل الموقع اللي هي فيها activities كثيرة جدا،
منها مثلا الفيديو ليسنز اللي هي مودة في الشاشة اللي هي فيها جرامر فيها speaking listening مقسمة لمستويات تقريبا من ليفل 1 لليفل 4 لو كنت بيجينر مثلا تبدأ من ليفل 1 وفيها تقريبا امتحان بحدد مستواك يعني انت قبل ما تبدأ بعد الاكاونت تاخذ الامتحان بحدد مستواك وبعد ذلك تشوف تبدأ من وين لو كنت انت ليفل 1 2 3 ولا 4 موقع مهم جدا بعد ما عملت امبروفمنت لكل الحياة عملتها وفي نفس الزمن بالنسبة لي أنا كإيميجرانت كنت شغال في وظائف أخرى يعني في نفس الزمن كنت ببحث عن الجاب في الميديكال لابوراتوري ساينس اشتغلت في وظائف تانية بس أمشي الزمن وكانت لي فرصة إنه أقابل نيتيف أمريكان وأتكلم معهم الإنجليش لانجوج وساعدوني كثير في تحسين اللغة يعني الواحد استفاد منهم شديد بالنسبة للجوب أبليكيشن معروف يعني هاي كل مكان عشان تقدم لوظيفة أنت محتاج سي في ولا رزمي المهم بدك في الولايات المتحدة الأمريكية في حاجة اسمها كفر ليتر ممكن يكون موجودة في السودان في دول الخليج والدول التانية شايفهم بيهتموا بالكفر ليتر بدك الترانسكريبت قبل ما تقدم تكون مجهز الحياة ديل أنا ما أعرف how to write a resume والcover letter دي موضوع تاني محتاج ممكن يكون في ناس يعني حسب ممكن يحتاج لحلقة تانية لو قدرنا نتكلم فيها يعني موضوع طويل لكن ما زين ما في زول ما يقدر يعرف حتى لو كنت ما بتعرف كيف تكتب الرزمي في مواقع كتير جدا في النت بساعدك في إنك كيف تكتب الرزمي ولا السي في ولا الكفر ليتر ستيب باي ستيب بسألوك بعض الأسئلة مثلا زي لينكدين عندنا زي موقع indeed.com هي مواقع للوظائف لكن برضه بتساعدك انك تكتب السي في والرزم بطريقة بروفيشنال طيب الحاجة الثانية اللي انا عملته اللي هي عملت ابلكيشن للجاب بحثت عن الوظائف بعدك جاء مرحلة الابلكيشن في الولايات المتحدة الأمريكية أنا في عدة طرق يعني عشان تعمل أبليكيشن للجوب إما عن طريق الدايركت أبليكيشن في الويب سايت تبع الشركة ولا المؤسسة أي مؤسسة ولا شركة عندها بورتال للكاريرز يعني فيها موقع لما تدخل الويب سايت بتاعهم فيها كارير أنت ممكن تدخل وتشوف الوظائف المعلنة وتقدم مباشرة داخل الموقع ولا في حاجة تانية اسمها Jobs Fair اللي هي بيكون في بعض المواقع يعني تقريبا أماكن معينة إما حكومية أو مواقع خاصة تجتمع كل معظم الشركات يعني مش أكثر من شركة برسلوا مناديب وكل مندوب عنده لستة عنده job list كل الوظائف المتوفرة في الشركة وبيجوا الناس يعني انت كشخص تبحث عن الوظيفة تجي وتشوف الوظائف المعلنة في الجوب فير ممكن تختار وتقدم من الجوب فير في نفس المكان الطريقة الثالثة اللي هي تقدم عن طريق الستافين ايجنسيز اللي هي زي ما في السودان اللي هي وكالات الشغل العمل وغيره الاختلاف الوحيد في الولايات المتحدة الأمريكية الستافين ايجنسي اللي هي they don't take fee from the applicant يعني ما بيأخذوا قروش من المقدم يعني أنت بتقدم عن طريقهم وهم يجيبوا الجوب وتتوظف لكن هم بيأخذوا الفي من الامبلوير ما بيأخذوا منك أي شيء عكس في السودان اللي هي الناس بيجيبوا لك العقد وبيأخذوا منك القروش يعني سبحان الله يعني هنا بختلف شديد في staffing agencies كثيرة دي نماذج منها وأمثلة أنا استخدمت شركة كوم هيلث اللي هي هنا وقدمت عن طريقهم كوم هيلث هم طبعا ساعدوني كثير جدا ناس كوم هيلث اللي عندهم الايجنت
عندهم كاستمر سيرفيس بيساعدوك حتى لو كان ما عندك, بيساعدوك في السي في, في الكفر ليتر, يعني كل الريكويرمنت بيساعدوك تبدا في الابلكيشن عن طريق موقعهم. بعدكم هو بيبحثوا هم كايجنت بيشوفوا الوظائف المطلوبه, او كل شركه بتكون عندها وظائف معينه وهم بيجيبوا الشخص المناسب المناسب للمكان. جزء في جزء منها ترافلر, يعني وظائف تيمبر في الولايات المتحده الامريكيه في بعض المستشفيات والمعامل بتوظف وظائف يقول لها تيمبر, ما اعرف يلا بالعربي مؤقته, سبحان معلش, وظائف مؤقته مثلا لمده شهرين ثلاثه شهر الى ما يجدوا شخص ثابت في المكان. والترافلر مش ترافلر جاب موجودة في ولايات كثيرة جدا, بالذات الولايات الصغيرة مثلا الولايات اللي عندك زي نبراسكا, يعني معظم الولايات في وسط أمريكا ولايات صغيرة جدا عندهم شورتج في الستاف, دائما بيعتمد على الترافلرز اللي هي في ناس مختبرات هم شغالين بس ترافلر. اللي هي ترافلر لها محاسن ولها مساوئ, اللي هي بتفوق قروش كويس الترافلر, لكن الحاجة الثانية هي بتكون وظيفة مؤقتة, انت كل ثلاثة شهور ولا أربع شهور بترحل تمشي حتة ثانية, ده بالنسبة لها. بالإضافة للترافلر الجوب ايجنسيز بيقدموا لك permanent jobs, يعني فتشوا ممكن يبلك وظيفة ثابتة وتبدأ. طيب بعد الابليكيشن بيجيك انترفيو, عندهم two type of interview, اللي هي عندك الفون انترفيو و ثم بعد ذلك عندك السايت فيزيت انترفيو. دائما بيعملوا الجاب الفون انترفيو بس كسكرينينج, يعني في الوظيفة ممكن يقدموا أكثر من كذا نفر, يعني بيكونوا ثلاثة أربعة خمسة عشرة ممكن 15, يعملوا في السكرينينج عن طريق الفون انترفيو عشان يقللوا أو يشوفوا الناس المؤهلين أكثر منهم. بعدك لو لقوك أنت مؤهل بعد الفون انترفيو تمشي المرحلة الثانية اللي هي مرحلة السايد فيزيت انترفيو, تمشي برسل لك انفيتيشن, دعوة إنك تصلون في مكانه وتعمل لك دايركت انترفيو. بعدك يشوفوا مهاراتك, يشوفوا الكواليفيكيشن بتاعك, هل أنت مناسب للوظيفة اللي هم أعلنوها ولا لا. طيب دائما في بعد الجاب انترفيو يعني يفضل انك ترسل لهم يعني رساله شكر, تشكرهم دائما للفرصه اللي انه اتاح لك الفرصه واخذتك وتعمل انترفيو. وفي الرساله ثانك يو ليتر انك توريهم انك انترستد في الوظيفه وانك انت qualified, وتوريهم انك ليه انت qualified لهذه الوظيفه. ودائما بيهتموا شديد بال thank you letter, يعني حسب الدراسات اللي عملوها دائما الناس اللي بيرسلوا thank you letter اللي هي رساله شكر بعد الانترفيو والتقديم, يعني كثير منهم بيقبلوهم في الوظيفه. طيب بعد ال thank you letter انا برضو رسلتها, يعني بعد ما جاتني فرصة في ولاية نبراسكا رسلت لهم thank you letter. ما كنت أعرف إنه في thank you letter, لكن نبهني له اللي هي ناس الأجنسي اللي أنا قدمت عندهم عن طريقهم, وكتبت letter ورسلت لهم. يعني كان المانجر قالت thank you letter كانت مهمة جدا, وهي من أحد الأسباب اللي خلتني تختارني ذات إنه كان قلت لي thank you letter was good. بعد الانترفيو بتجيك النوتيفيكيشن, يا إما أنت تكون selected ولا ما selected. طيب أنت لو selected congratulations, يعني مبروك أخذت الوظيفة. طيب أنت لو ما selected
ما مشكلة. يعني أنا لما جيت حاولت أبحث عن 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 عن, عن الوظيفة تقريبا لمدة سنة ونص، قدمت تقريبا أكثر من 100 ولا 200 job application. كل مرة أنا ما بيأس، لأنه كل مرة يعني هي كذا اللي هي تعمل job hunting. كل مرة بديك refuse letter، مش refuse، تعتبره ك chance. لو كان جاء أنت ما سلكت، أهم شيء تاني ترسل لهم رسالة تانية ولا feedback، تسألهم إنه ليه why you are not selected. تسألهم بس يعني بطريقة جميلة جدا، أنت ليه أنت مختاره، أنت deficiency عندك شنو، وأنت محتاج شنو عشان تحسن مهاراتك أو النقاط اللي هم شافوها ضعيفة عشان تحسن وعشان تختاره. اللي دائما كويسين جدا في المانجرز اللي هي ال HRs برسل لك واحد منهم، ممكن ما يرد لك، لكن جزء كبير منهم ممكن يرد لك بالتفاصيل. ممكن يقول لك your weakness هنا في الحتة دي والdeficiency كده. مثلا لو كان الرزمة بتاعك ما مكتوبة كويس، يقول لك الرزمة مكتوبة كويس. الجوب qualification ما كويس، يقول لك ما كويس. لو كان language skills بتاعك ما تمام، يقول لك your language skills ما تمام عشان تكي تحسن. يعني أنا استفدت من الحتة دي في كل job، عمل job application وتجيني denial ولا إني ما اتقبلته، كنت بتابع معهم وبسألهم كل مرة، أقول لهم ليه وليه وليه كده. في بعض المرات ممكن يكون بس في ناس more qualified منك. أنا لو قدمتها أنت كزول immigrant، قدمت مع كذا ناس من خريجين من الولايات المتحدة الأمريكية، أكيد هم حيكونوا في language skills وفي other skills يعني يفضلوهم عليك أنت. لكن في بعض المرات أنت ممكن تكون السكيلز والكواليفيكيشن بتاعك أفضل حتى من الأمريكان، يعني ممكن أنت تختاره. يعني بس أنت كيف تعمل improvement كل مرة، أنت كل مرة تقدم يطور بالنسبة لك كليرنينج، وعشان تحسن السكيلز. حتى الانترفيو بنفسه، لما تجي تعمل انترفيو مع أي شركة ولا الـ HR ولا الستاف، انت بتكتسب خبره. يعني كل مره انت بتاخذ خبره اكثر وتستفيد، يعني حتى لو ما اخذوك الوظيفه تستفيد. بس ما دون جيف اب كل مره. طيب بالنسبه لي طبعا اتقبلت في ولايه نبراسكا في حته رورال اريا، اللي كان مع مستشفى صغير كريتيكال هاسبيتال تقريبا 25 بيتس، واشتغلت معهم لفترة تقريبا. أنا كنت محتاج خبرة أقل حاجة 5-6 شهور عشان أقدم للأمريكان أي سي بي. قبل ما أقدم للوظيفة ويقبلوني، كان قدمت للأي سي أمريكان أي سي بي عن طريق اللي هي الأمريكان شركة الـ ACP، وأنا ما كنت qualified لأنه ما عندي خبرة 6 months in في الولايات المتحدة الأمريكية ولا in accredited lab. إن كنت عندي خبرة في السودان وفي السعودية، لكن كانت ما مقبولة أمتهم بها الـ American ACP، لأنه كانت قالوا لها هي ما accredited، يعني ما المعامل ما accredited. دي مشكلة وحيدة أو مشكلة كبيرة تواجه السودانيين عموماً والناس اللي بيجوا من برا. يعني لو انت اشتغلت وعندك خبره في من معمل ما اكريديتد، ما ممكن تمتهن الامريكان اي سي بي. طيب بعد ما بدات معهم شغل واشتغلت 6 شهور، بدات اعمل السيرتيفيكيشن. وفي الولايات المتحده في حاجه في السيرتيفيكيشن وفي حاجه اسمها اللايسنين. السيرتيفيكيشن هي عن طريق النون بروفيت برايفت اورجانيزيشن، اللي هي عن طريق واحد منها الاي سي بي. اما اللايسنينج اللي هي تكون governmental، اللي هي الحكومات الولائيه كله. تقريبا في 12 ولايه عندهم لايسنس. في 3 ولايات عندها اكزام برا، يعني تعمل اكزام للايسنينج. عندنا ولاية فلوريدا وكاليفورنيا ونيويورك.
الولايات الثانية أنت لو عندك ACP اللي هي ما محتاج تنزل تعمل الإكزام، ممكن بس لو أنت qualify لل requirement بتاعهم، لو أنت متابع أو عندهم requirement معين وأنت استوفيت الشروط عن طريق السيرتيفيكيشن بتاعك بتاخذ اللايسنس. أما كاليفورنيا، نيويورك وفلوريدا لها متطلبات أكثر، وكل هاي بيعتمد يعني أنت لو كنت في السودان ولا عايز تجي أمريكا، أنت تشوف حسب الولاية اللي أنت ماشي لها، وكل ولاية لها قوانين وعندها license requirement ممكن تشوفه. طيب بالنسبة للسيرتيفيكيشن، زي ما قلت قبل ما تعمل السيرتيفيكيشن كما ذكرت تقريبا دكتور نادر قال لي دكتور إيمان مجيد عملت محاضرة في الـ ACPI الـ American ACP والـ ACPI الانترناشنال تقريبا متشابهة كثير جدا في معظم الحالات، بس مختلفة في حاجات بسيطة جدا. يعني في كل الحالتين انت لو عندك Foreign Education انت محتاج تعمل Transcript Evaluation زي ما عندنا هنا، تعمل Transcript Evaluation بدك تختار السيرتيفيكيشن اللي انت محتاج له، بدك تمشي السيرتيفيكيشن اورجانيزيشن، في كذا اورجانيزيشن بتعمل السيرتيفيكيشن. طيب بالنسبه للترانسكريبت ايفالويشن اللي هي زيها زي الاس انترناشونال اس سي باي، اكيد بيكون دكتور ايمان ذكرت الايفالويشن ايجنسيز اللي هي امثله منها، عندك انترناشونال ايفالويشن سيرفيس او كل هذه منها. انا طبعا اخترت educational credential evaluator وعملت الايفالويشن عن طريقهم. طيب بعد ذاك عملت الابلاي للسيرتيفيكيشن. زي ما قلت السيرتيفيكيشن في organization كثيرة تعمل certification، أكثر وحدات مشهورة اللي عندنا major certification agencies اللي عندنا American Society for Clinical Pathology، عندنا American Medical Technologist، وعندنا American Association of Bioanalysis. American Society for Clinical Pathology اللي هي أكثر واحدة مشهورة، وهي تقريبا بتدي الانترناشنال certification. وبرضو عندنا الامريكان ميديكال تكنولوجيز برضو مشهوره مقبوله، يعني دي الامريكان اسوسيشن الاي سي بي والاي ام تي تقريبا مقبوله، يعني معظم الولايات معظم الامبلوير بيقبلوا الاثنين مع بعض. يعني انت لو كسوداني موجود في الولايات المتحده الامريكيه، انت ممكن لو ما قدرت تاخذ السيرتيفيكيشن عن طريق الاي سي بي ممكن تشوف موقع AMT وتشوف الـ requirement، ممكن تكون انت qualified عن طريقهم والcertification بتاعهم معترف به في الولايات المتحدة. يعني مرات ممكن بعض الامبلاير يفضلوا الـ ACP على الـ AMT، لكن الاثنين هي معترفات بها وتشتغل بها. عندك الـ American Association of Bioanalysis برضو معترف بها لكن ما مشهورة شديد، برضو واحد من في وحدات تانية ما مشهورات أكثر، عندنا زي American Association of Pathologist Assistants اللي هي ديما للمختبرات بتعمل للPathologist Assistant، عندك American Association for Clinical Chemistry، وعندنا American Association for Clinical Laboratory Science. دي شكلها قديم شوية الآخر واحدة دي، لأنه أنا اشتغلت في اشتغلت مع Medical Technologist اللي هم كانوا certified عن طريق الأمريكان Society for Clinical Laboratory Science، والآن شغالين بها يعني لكن هي قديمة، يعني كانت قبل 2004، لكن الناس الآن بفضلوا الـ ACP دائما. طيب بس ناخد أمثلة بسيطة للـ Certification Organization المشهورة. زي ما قلت لك الـ AMT، اللي هي بتدي سيرتيفيكيشن في الميديكال اسيستنت، ميديكال تكنولوجيست، في البارامي، ميديكال لابوراتوري تكنيشن، مولكولار دياجنوستيك تكنولوجيست، ميديكال لابوراتوري ساينتست اسيستنت، وميديكال ادمنستريتيف سبيشاليست.
dental assistant يعني حتى الدنتال يقبلوا لهم certification وكل الليستة اللي هي جزء منها مش هي كلها لكن أمثلة من certification اللي بتقدمه موقع AMT اللي هي alternative للACP مهمة جدا. أما الأمريكان أساسيشن في باي أناليسيس هي ما عندها سيرتيفيكيشن كثيرة جدا لكن بتقدم جزء أمثلة منها من ضمنها بتدي ميديكال تكنولوجيز سيرتيفيكيشن والمولوكولار دياجنوستيك تكنولوجيز والأندرولوجي لابراتوري ساينتيست والإمبريولوجي لابراتوري ساينتيست في تصانيف أخرى يعني عندها سيرتيفيكيشن أكثر من كده جزء بسيطة جدا من أمثلة ما كلها. طيب بالنسبة لي أنا استخدمت الأمريكان سوسايتي فور كلينيكال باثولوجي لأنه ما كنت في الزمن اللي أنا قدمته ما كنت أعرف إنه في alternative زي الـ AMT وكانت دي أكثر موقع مشهور أو الـ organization agency مشهورة وقدمت عن طريقه الـ ASTP وزي ما كل الناس عارفوا مو كلكم عارفين حسب معلش إيمان مجيد اللي هي في الأمريكان سيرتيفيكيشن والإنترناشنال سيرتيفيكيشن اللي هي زي ما قلت في اختلافات بسيطة بيناتهم. طيب لو عملنا كومباريسون بسيط بين الأمريكان والإنترناشنال اللي هي الإكزام دائما بيكون نفس الإكزام اللي هي نفس الإكزام سيتينج بجلسوه الأمريكان ACP هي نفس الإكزام بجلسوه الانترناشنال ACP الاختلاف الوحيد بيكون في الكواليفيكيشن والإليجيبيليتي ريكويرمنت. دائما في الأمريكان ACP الورك اكسبيرينس لازم يكون accredited عن طريق إما Accreditation Agency اللي هي دائما في أمريكا بتكون CMS اللي هي Center for Medicare and Medicaid Service وكلهم الستاندر بتاعهم بيكون under CLIA 88 أو المعمل اللي انت اشتغلت فيه يعني ما شرط يكون انت المعمل اللي اشتغلت فيه يكون داخل أمريكا ممكن يكون خارج أمريكا بس يكون accredited عن طريق either any accreditation agency معترف بها والمعترفين بها اللي هي زي ما اللي هي السي ام اس والجوينت كوميشن انترناشونال جي سي اي اللي هي برضه accreditation agency وممكن عن طريق الايسو عن طريق accreditation agency under الايسو 15890 اللي هي زي ما انتم عارفين الايسو 15189 اللي هي الستاندرد تبع الميديكال لابراتوري. في accreditation agency international ممكن تعمل accreditation للaboratories عن طريق ISO منها WHO SLIPTA تقريبا اللي هي أكثرها بتعمل accreditation للaboratories in Africa يعني السودان ممكن يستفيد منهم لأنه الستاندر بالنسبة لهم هو الISO 15189. طيب بالنسبة للtraining programs ده بالنسبة للwork experience بالنسبة للtraining programs عشان تمتهن الأمريكان ACP لازم التraining program يكون accredited under الناشونال اللي هي واحدة من الaccreditation agency طبعاً في السودان أو مش في السودان بس في العالم كله في كل معظم الدول اللي عندها accredited universities و colleges program عندهم accreditation bodies بتعمل لهم accreditation programs. في السودان أنا ما أعرف ما أقدر أقول طبعاً دكتور نادر والأساتذة والدكاترة ما شاء الله هم أعلى وأدرى مني في accreditation. أنا ما I'm not sure if لو كان عندنا colleges or programs accredited international في السودان ممكن يفيدونا بها في لو كان موجود يعني
طيب دي American Bureau of Health Education Services. أما الموقع الثاني ما بتذكر بدي اختصار ل ودي National Association of American Clinical Laboratory Science اللي هي كل الكلينيكال لابوراتوري ساينس بروجرام تريننج في الولايات المتحده الامريكيه لازم يكون accredited or approved by the NAACLS. بالنسبه لل international الاليجيبيليتي ما شرط تكون accredited بال يعني مو في international يكون ما لديهم accreditation body. معظم بعض الدول اللي هي ما لديهم accreditation بكون accredited with governmental bodies زي المينستر زي وزارة الصحة والمؤسسات الثانية. وبالنسبة للحياة الثانية مشابهة جدا، ما في فرق كبير، اللي هي بيكون في associate degree، bachelor degree، عندك دبلومة. دائما الاساسيات في امريكا اللي هي الاكويفالنت 2 years diploma، والباشلر اللي هي 4 years. وفي العالم الثاني بعض الناس عندهم 4 years، بعض الناس عندهم 5 years بالنسبه للباشلر فور ميديكال لابوراتوري ساينس. ده بالنسبه للتكنولوجيز، دي للتكنيشن، ودي للسبيشاليست. دائما بكون باشلر ديجري اور هاير، دائما على حسب الاكسبيرينس. يعني انت ممكن تكون عندك باشلر ديجري ونمبر من الاكسبيرينس، ييرز اوف اكسبيرينس، ممكن تاخذ سبيشاليست. هذا جزء بسيط من الاختلافات بينهم، هذه بصوره مكبره اكبر شويه. طيب عشان تمتهن الامريكان سيرتيفيكيشن، الاختلاف الثاني اللي هي الغير accreditation، انت محتاج تكون اما US citizen او اما تكون permanent resident. لأن في التقديم بيحتاج السوشيال سيكيورتي نمبر في الابلكيشن، عشان في الACP application انت بتكون عندك السوشيال سيكيورتي نمبر لو ما كنت citizen ولا كنت permanent resident. بدك زي ما ذكرنا الاكسبيرينس تكون accredited، واحده من الاكريديشن bodies. طيب الابلكيشن للسيرتيفيكيشن اللي هي ما بيختلف بين وبين الانترناشنال، صح؟ في الموقع في مكان مخصص للامريكان ACP ومكان مخصص للانترناشنال. لو تبعته بس دكتور ايمان مجيد اللي هي ما بيختلف زي ما هي. انت محتاج تعمل تدخل الموقع، تعمل كليك في الامريكان ACP امريكان سيرتيفيكيشن، تعمل اكاونت، نزل بياناتك كلها في الاكاونت، وكان النيم والادرس وكل الحاجات الثانيه. بدك تعمل ديتيرمين، تحدد الروت اللي انت ماشي بيها. انت تتاهل برضه في الموقع، انت ممكن تدخل الموقع في حاجه اسمها eligibility test زي ما ذكرت الدكتورة إيمان، تشوف وتحدد. اللي هي ما مختلف زيها وزي، بس أنا ما أقدر أكرر نفس الكلام. بدك تعمل gather the necessary document اللي هي كان ذكرناها في البداية، الترانسكريبت، تعمل لها evaluation، عن طريق ال evaluation body، وعندك ال experience والحاجات الثانية، تعمل documentation اللي هي عندك ال letter of authenticity والحاجات الثانية دي كلها. بدك تعمل submit للأونلاين application وتدفع الفيه. الفيه بيختلف شوية في الأمريكان، اللي هي 290 ولا 240، ما فرق كبير، لكن زايدة شوية كده من الانترناشنال. تعمل submit all necessary documentation زي ما هي في الانترناشنال،
تحصل بروسيس وداك بدوك الابروفل. طيب بالنسبه لي انا عملت ميديكال تكنولوجيست في المايكروبيولوجي واخترت الروت نمبر 4. اجي نشوف الروت نمبر 4 لانه كان انا عندي ماستر ديجري وعملت 6 months experience عليك انا لانه اتوظفتها قبل ما اعمل السيرتيفيكيت. هم كانوا ادوني فرصه 6 شهور عملت الماستر اخذت الخبره 6 شهور وقدمت عن طريق الماستر عشان لي اكسبتن. والاكسبيرينس في الميكروبيولوجي كانت تكون في ثلاثه من either bacteriology ولا molecular biology ولا microbacteriology وإما mycology parasitology ولا virology. تكون عندك بس في ثلاثة من ده، ما محتاج تكون عندك خبرة في كل المايكرو، كانت سهلة جدا. طيب أخذت الامتحان بعد ما حصلت الأبروفل أو qualified دوني الادميشن letter. عملت سكيدول للاكزام دائما زيها وزي الانترناشونال بتكون في بيرسون سنتر وبدوك دائما 3 مانس وانس دوك الادميشن ليتر وذين 3 مانس الثلاث شهور لازم تحجز وتمتحن. حجزت وامتحنت والحمد لله باسيت مريت الحمد لله. ده بس باختصار بالنسبة للأمريكان ACP اللي أنا عملتها، وهي ما بختلف ممكن تختلف في أشياء بسيطة بين الانترناشنال زي ما قلنا. طيب بالنسبة بعد السيرتيفيكيشن بالنسبة للمينتنس هي نفس المينتنس تبع الانترناشنال ACP. أنت محتاج hours continuous education hours تقريبا بالنسبه للتكنولوجيز 36 hours يعني 36 ساعه. في مواخي بتقدم الكونتينوس اديوكيشن منها تدفع فيس ومنها فري. اكثر موقع انا كنت بستخدمها هي CDC train. CDC train هي فري وعندهم يعني بالنسبه فلاك يعني ما تدفع وهي متربعه ومفيده جدا بالنسبه especially بالنسبه للميكروبيولوجي وفي جزء الهيماتولوجي كلينيكال كيمستري يعني هي فري لكل زول يعني لو كان امريكي ولا خارج امريكا في اي مكان. انت ممكن تدخل الموقع اللي هي زي ما هي الرابط تعمل اكونت وبعد ذلك تختار التريننج اللي انت عاوزه. لو كنت انت مايكروبيولوجي كيمستري ولا او لديهم عندهم مواقع تقريبا 1000 تريننج كورسز ولا اكثر. المهم تختار حسب الزمن وحسب يعني بس هي مواقع ما بس للكونتينوس مينتنس حتى ممكن الزول يستفيد منه في الحياة الثانيه حتى في الإجزام. أنا لما قبل ما أمتهن نسيت أذكر الماتيريالز اللي هي الماتيريالز زيها وزي الانترناشنال اللي هي كنت مايكروبيولوجي تستخدم البوكس سواء كان البي سي او ولا الكونسايز ولا الحاري ولا معظم الكتب المشهورة بالنسبة للأي سي بي. بالإضافة لذلك أنت كزول مايكرو نحن كتب مايكرو متخصصة تستخدم الكتب وموقع CDC train عندهم كورسات في البكتيرولوجي والميكولوجي والفيرولوجي مهمة جدا يعني حتى أنا في بعض الأسئلة تقريبا تقول جات مباشر من CDC. سبحان الله يعني ما شاء الله كانت موقع مفيد جدا. تبقى اختصار للسيرتيفيكيشن اللي هي أنا مش لها سريع ما كنت داري عيدة عيد
الكلام اللي قالته الدكتورة إيمان مجيد، اللي هي ما بختلف اختلاف كثير، ولو في أسئلة ممكن يكون في النهاية إن شاء الله بنجيب عليه. ده الاختصار على السيرتيفيكيشن. في حاجة أنا ما ذكرتها اللي عندك اللايسنس. زي ما قلت في ولايات معينة بتعمل اللايسنس، عندها اكزام لللايسنس، عندك زي كاليفورنيا، نيويورك، فلوريدا. اي حد هاجر للولايات المتحده الامريكيه، انت تشوف انت ماشي اي ولايه. لو كنت في الولايات اللي انا ذكرتها، انت محتاج تعمل لايسنس، مهمه جدا. في بعض الولايات الثانيه عندك في تقريبا 12 ولايه زي ما قلت تتطلب لايسنس، لكن الولايات الثانيه لو انت عندك اي سي بي ولا عندك اي ام تي، ممكن تعمل ابلكيشن وتديهم السيرتيفيكيشن وهم يدوك اللايسنس. متطلبات بسيطه بتجتازها وتاخذ اللايسنس. اما نيويورك وكاليفورنيا وفلوريدا لديهم لايسنس بروسيس مختلفه وبياخذ زمن اطول. طيب بالنسبه للوركينج في ان ذا يونايتد ستيتس، in all clinical laboratories, laboratories in the United States, دائما هي بتحصل لها oversee عن طريق ال clinical laboratory improvement amendment CLI of 1988، ودي دي الستاندرد اللي بنمشي بيها كلهم. اللي هي ال 1988 amendment Congress الأمريكي عملت amendment اللي هي التغيير والإضافة في القوانين اللي بتنظم مهنة المختبرات الطبية، وكلفوا السنتر فور ميديكير أند ميديكير تضع الستاندر للمختبرات اللي هي سواء من الستراكشر، كواليتي كنترول، والتستنج، والتايب اوف لابس، كلها ستاندر بتمشي عليها. طيب التستنج يعني دائما مقسمة، إما تكون wave testing، وإما تكون moderate complex testing، إما تكون high complex testing. ال wave testing دائما بيكون المعامل الهيب. دائما الناس عندك ال primary lab، يعني كان زمان في تصنيف بيقول لها عندك primary lab، secondary lab، و tertiary lab. دائما الناس ال primary lab معظمهم بيعملوا ال wave testing. والويف تيستينج اللي هي تستات مثلا عندك زي اليورين ديبس، عندك الفينجر ستيك شوجر تيستينج، عندك الفينجر ستيك هيموجلوبين، يعني حاجات ما محتاجة تعمل كواليتي كنترول تيستينج افري داي مثلا. والويف تيستينج برضو يعني حتى الويف تيستينج لازم يكون حصل لها كليرنس من الاف دي اي في الولايات المتحدة الامريكية، ولازم يكون في ويفير، يعني شنو، في شهاده استشهاد من الشركه بترسل لك سيرتيفيكيت ولا ويفير سيرتيفيكيت تقول انه دي ويف تيستينج، يعني يعني ما محتاج كواليتي كنترول افري داي وتعمل في كواليتي كنترول. معظم المعامل بتعمل كواليتي كنترول per lot number per shipment، يعني انت لما تستقبل الكيت بتعمل لها كواليتي كنترول وتستخدمه بعد ذلك. اما بالنسبه للمودريتلي كومبلكس لاب، طبعا السي ال اي بتنظم حتى الناس الويف تيستينج. انت لو كنت لابوريتوري بس بتعمل ويف تيستينج ان ذا ستراكشر، من المانجر للتستنج باديز منقول مرخص له انه يعمل ويف تيستينج. في الولايات المتحده ممكن الويف تيستينج ممكن يعمله النيرس، ممكن يعملوه في الدكتور اوفيس، وممكن يتعمل في المعمل نفسه. اما عندك المودريت كومبلكس تيستينج اللي هي ده بتدخل فيها سواء كان مثلا زي اليورين ديبوزيت مايكروسكوبي، عندك مثلا زي الحاجات اللي بتتعمل في
في الدكتور اوفيس محتاج يعملوها في يعني مديرات الكومبلكس محتاج تريننج اكثر. اما عندك الهايلي كومبلكس اللي هي دائما شغل المولوكولر بيولوجي الحاجات والتستات المحتاج بالنسبه للمديرات الكومبلكس يعني حتى في الكواليتي كنترول بتكون متطلباته اقل ممكن تعمل ديلي كواليتي كنترول. اما لو بالنسبه للهاي كومبلكس تيستي مثلا انت محتاج تعمل كواليتي كنترول بير تيست بير باتش كل مره كل ما تعمل ران للتستنج انت محتاج تعمل انكلود كواليتي كنترول. وكل دي امثله بسيطه ذكرتها بالنسبه لتصنيف انواع التست في تحت عائلة السي ال اي. وفي متطلبات كثيره جدا في التنظيمات وفي ريجستريشن وفي لايسنينج للمختبرات. يعني المختبرات الطبيه هنا منظم ولديه متطلبات كثيره جدا. زي ما قلت كل التست لازم تحصل لها كليرنس مش تست بس كل التستنج سيستم والتستنج كيتس. لو كان اي جهاز مستخدم في اي معمل محتاج تحصل لها كليرنس من الـ FDA. وغير كده عشان 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 تحصل لايسنينج للمختبر عشان المختبر تحصل يترخص لازم يكون في اكريديشن. والاكريديشن لازم تكون في اكريديتيشن للمختبرات في الولايات المتحده. بدون اكريديتيشن انت بتتحصل على لايسن ممكن يحصل لك سسبنشن ممكن يقيف المختبرات يعني ما ممكن تشتغل. الحاجه الثانيه ممكن اذكرها بالنسبه لل اكريديتيشن بودي زي ما ذكرنا امثله منها قبل عندك الجوينت كوميشن عندك عندنا زي الكاب وفي يعني كذا accreditation bodies بتعمل accreditation في United States. internationally في accreditation organization موجودة في UK موجودة في كل مكان. أكثر واحدة مشهورة واحدة بتعمل internationally مشهورة عندنا ال WHO سليبتا مش مشهورة انترناشنال اللي هي لأفريكان كونتري. فذاك دائما زي ما قلت الستاندر تبعهم under ISO 15189. في الولايات المتحدة الأمريكية الستاندر تبعهم اللي هي CLI 1988. ده بصورة مختصرة ممكن ناخذ أسئلة ولا نشوف دكتور نادر أستاذ دكتور ياسين دكتور. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. الله يجزيك خير يا يعني ابن الحبيب الطيب. والله يعني سعيدين والله ما شاء الله يعني طالبنا درسنا في الأندر جراديويت تبارك الله يتحصر على الACBI والآن نحن يعني لما قال نتلقى منك العلوم والمعرفة الجديدة في تصحيح المسار بالنسبة لطلابنا اللي هم يستل يتطلعوا أنه يأخذوا هذا البورد الأمريكي سواء كان للنيتيف ويستفيدوا منك كمثال أو كنموذج في قمة الطموح والإنسان زي ما بقوله بيبنوا أمال وأحلامه. حقيقة أول سؤال مهم بالنسبة لنا يا الطيب كناس أكاديميين وبندرس ماذا بالنسبة للأكريديشن بالنسبة للسيرتيفيكيت؟ يعني أنا داير تقارن exactly الحاجات الميسنج عندنا في السيلابس اللي هو تلقيته من خلال الأندر جراديويت أو سواء كان في الماستر بتشعر أنه هو مهم للطالب وأنه تفوكس عليه لأنه هو important بالنسبة له في للإنسان اللي مساعدته في كثير جدا في حياته. الأمر الثاني بالنسبة للمعايير بتاعت الأكريديشن يعني مع إنه أنت يعني حسب معرفتي إنك مشيت السعودية أخذت فترة بتاعت خبرة في اللابراتوري وبعد ذلك انتقلت عن طريق اللوتري إلى أمريكا. فلو بريفلي كده عملت لنا كريتيريا للمعايير
اللي هم ممكن تكون في ايسوس وكان في اللابات في السعوديه او كذا، لانه انت ذكرت انه دايرين اكسبيرينس في الامتحان، فبرضه من الاشياء اللي واجهتك في عمليه التقييم، يعني لانك انت ما زاولت المهنه هناك واخذت 6 شهور بطريقه وبعدك جيت امتحنت ليه الرخصه. وتفضل مشكور. شكرا جزيلا. بالنسبه لسؤالك الاول، بالنسبه للمناهج، طبعا مناهجنا في السودان انا بعتبره شنو، هي مناهج غنيه بس محتاجه شويه تنظيم مع اضافه كورسات بسيطه. يعني ال numbers of credit hours او numbers of contact hours اللي يدرس في مناهج المختبرات في السودان هي كافيه. حتى عندنا الـ ACP نفسه هم مترفين بها، وبده الـ International ACP. الاختلاف البسيط، طبعا احنا عندنا الـ prerequisite، عندنا مواد متطلبات كثيرة هي ما مشكلة، بس في حاجة، في مواد مهمة ما مدافع. عندنا زي كورس الـ Communication مهمة جدا، لو أتمنى لو كان الأساتذة والدكاترة يعني يقدروا يضيفوا كورس الـ Communication في المادة. هنا عندهم طبعا مهم جدا، يعني معظم الجامعات بيدرسوا، معظم الجامعات عندهم جزء من المواد اللي بيدرسوه. عندنا تاني مثلا زي كورس المانجمنت، لابوراتوري مانجمنت، هنا ممكن بيدرسوه في جزء من الكليات، بيدرسوا في الاندر جرادويت، جزء من الكليات اللي هي في اللاست يير، الناس اللي بيكونوا فور يير بيدرسوهم، وجزء منهم بيدرسوهم في الماستر، كمان بيدرسون كورس المانجمنت، لابوراتوري مانجمنت. والحاجة الثانية عندنا الانجليش، عندنا كورس الرايتنج اللي هي عموما دائما عندنا الانجليش، انجليش كومبوزيشن والانجليش رايتنج، هنا في الكوليج عندهم متطلب. صح في السودان درسنا بيدرسوا كورسات انجليش، لكن هي ما يعني جنرالي اللي هي بيكون فيها جرامر وحاجات، لكن ما بيركزوا في الرايتنج. يعني دائما بالنسبه للخريجين البكالوريوس والماستر، الرايتنج مهمه جدا، لانه لكل واحد، لو بدا يحضر الماستر ولا الدكتوراه ولا مشى الريسيرش، الرايتنج مهمه جدا. كورسات الرايتنج اللي هي يعني كل الانجليش رايتنج ارت مهمه جدا. لو احنا اضفنا كورسات بسيطه ونظمنا الكورسات، طبعا في امريكا هنا دائما عندهم الشهادات او الدرجات بتجي عن طريق الجي بي اي الاكوميليشن، احنا في السودان بتجينا عن طريق الوصف الكواليتاتيف، اما اكسلنت جود ولا افري جود. لو كان احنا قدرنا ننظم ونخلي النظام الجريد تكون موازي للمستوى العالمي، برضه بتكون مهم جدا. والحاجه الثانيه الريكورد اوف السلباي داتا، يعني شنو التفاصيل. يعني انا كان قدمت لللايسنس في ولايه نيويورك، واجهتني مشكله شويه. يعني صح هم بيقولوا دايرين الترانسكريبت ديتيلز، وبيقولوا دايرين السلباي ديتيلز، يعني في كل كورس والسلبال ديتيلز مفروض تكون متاح للريجستر ولا العميل يرسله. يعني في صعوبة في السودان، لو انت احتجت لشهادة يرسل من السودان لمكان آخر، دائما هم بيطلبوا يكون عن طريق الكوليج دايركتلي. وعشان تعمل، عشان ترسل عن طريق الكوليج دايركتلي في السودان في صعوبة، لأن انت لازم تقدم للشهادة في الشؤون العلمية وياخذ زمن وقت. يعني الريجستر المسجل ما بيقدر يتبع الشهادة ويرسل، هم هنا عايزين بس المسجل يمشي الريكورد، يعمل برنت للترانسكريبت بتاعك ويرسل لهم في ظرف مختوم وانتهى الموضوع. لا، في السودان يكون في صعوبة تقدم وكل الإجراءات الطويلة. ده بالنسبة للشهادات، وإن شاء الله لو يعني بشوية تغييرات المنهج السوداني إن شاء الله موازي، بس الآن موازي إن شاء الله بيكون شنو متطابق، يعني في كل ما بيكون في صعوبة. ولو حصلت accreditation للكوليجز اللي هي عن طريق international accreditation bodies، انا ما شايف هي صعب، لكن بس محتاج شويه شغل اللي هي من الحكومات والمؤسسات التعليميه، وان شاء الله بتمشي، لانه الريكويرمنت هي ما ريجرس، يعني ما صعبه شديد، بس محتاجه
شوية شغل. أما بالنسبة لسؤالك الثاني، بالنسبة لل accreditation of laboratories نفسها، اللي هم عندهم ستاندرد سواء كان الـ CLIA ولا الـ ISO، الستاندرد بتاعهم تقريبا متشابه. دائما بيركزوا في الـ testing personnel، الـ qualification بتاعهم، والـ accreditation. اللي هي الـ accreditation of testing personnel اللي هي يكون عندك الـ certification سواء كانت من الـ ACP في أمريكا international ولا الـ certification متربيها. الحاجة الثانية، المعمل نفسه تكون accredited عن طريق nationally recognized accreditation body اللي هي زي ما ذكرنا سواء كان ال WHO عندهم جزء من ال accreditation. في الـ UK عندهم، ما بتذكر اسمه، ممكن دكتور ياسين بدن يذكر لنا. في أمريكا اللي عندنا اثنين، عندنا مشهورات زي الكاب College of American Pathologists، وعندنا Joint Commission، وفي Joint Commission International، وفي كذا اللي هي ديل نفسهم يعني بتحصل لهم أبروف من الـ Government، وهم بيعملوا شنو؟ هم Private، وهم بيعملوا Accreditation للمعامل اللي هي بتحصل Inspection كل 2 years للمعمل. في الانسبكشن عندهم ستاندر معين اللي هي بيشوف الكواليتي كنترول بتاعك، الدايلي كواليتي كنترول، سواء كان يعني حسب التيست. بعد التستات محتاجه دايلي كواليتي كنترول، ويكلي كواليتي كنترول، وبعد التيست انت محتاج تعمل كواليتي كنترول ويز افري تيست. وانت لازم تكون عندك ريكورد لكل الكواليتي كنترول تيستينج والبيشنت تيستينج. ودائما بشوف انه انت ما تقدر تعمل ريبورت للريزلت لو كان الكواليتي كنترول بتاعك اوت اوف كنترول. وشوفوا دي الكواليتي كنترول. بعدك ثاني عندك البروفيشنسي تيستينج اللي هي بنسميها الاكسترنال كواليتي كنترول. في جهات بتنزل، مثلا عندنا زي الكوليدج اوف امريكان باثولوجيست، هي بتعمل accreditation، وهي نفسها بترسل شنو عينات ال external quality control. يعني لو انت كان المؤسسة بتاعك بتعمل لك inspection بالكاب، الكاب ممكن يرسل لك ال professional testing. وفي شركة تانية عندك زي ال API برضو بترسل external quality control. وعندهم حتى في الـ external quality control، عندهم بعد التست انت محتاج 2 external quality control per year، وبعد التستات انت محتاج at least 3 external quality control per year، يكون عندك documentation. لما يجوا الـ inspection بيجوا بيقارنوا against your الـ competency بتاعك against the standard عندهم. ده بالنسبة للـ quality control والتست. بالإضافة للكالبريشن برضو، شوفوا إنك بتعمل كالبريشن كل مرة، كل كم فترة. طبعاً أي تيست محتاج كالبريشن كل فترة. في تيستات بتعمل كالبريشن لو كان إلايزا ولا كالبريشن مراد مع كل تيستين. مثلاً في تيستات بتعمل كالبريشن per new lot. في تيستات بتعمل كالبريشن every 6 months، every 3 months. لازم تكون عندك ريكورد ريكورد لكل الكالبريشن وكل الداتا. حتى بعدك بيجي بشوف الريزلتنج. انت بعد ما تعمل بيشن تيستينج، هل الريزلتنج بتعمله كيف؟ وهل بتكون عندك ريكورد للبيشن ريزلت؟ بعد البيشن ريزلت ريكورد، يعني مثلا في امريكا بيطلبوا منك ان الريكورد يكون عند محفوظة لمدة سنتين. مثلا زي الترانسفيوشن، مثلا زي البلود بانكينج 5 سنين ل10 سنين. يعني انت لازم يكون الحاجات دي كله منظمة وفي ستاندر، وانت لازم تعمل فولو للجايدنس. لو انت اقليت في اي حاجة، لما يجي الانسبكشن ريبورت وتدوك ديفيشنسي، الديفيشنسي انت لازم تعمل له كوركشن، يعني وترسل لهم للكوركشن ريبورت. لو انت ما عملت correction للديفيشنسي، بتحصل لك يعني اما تحصل لك suspension ولا التست اللي فيها الديفيشنسي
انت ما تقدر تعمل تيستين، معمول لك بول اوت اوف اللابراتوري. يعني هنا عندهم الحاجات دي مهمه جدا، وهم فيري ستريكت في الحاجات دي، يعني ما بتلعبوا اصلا. عشان كده الاختلاف في التستنج عندهم دائما بيكون شنو، less than 3% ولا 2%. يعني انت لما تعمل تستنج في معمل في امريكا ولا في معمل ثاني، لازم يكون less than difference، يكون less than 10%. انا بسمع مرات في السودان يقول لك والله انا عملت تحاليل في معمل كده، مشيت في معمل ثاني عملت تحاليل، لقيت الفريق كله فين. يعني ده كله محتاج انه تحصل ستاندرد، كل الناس يعملوا فولو للجايدنس، وان شاء الله بتحصل. والاكريديتيشن مهمه جدا. ان شاء الله اكون قدرت اجاوب على السؤال الدكتور نادي. والله جزاك الله خير. عندي الجزئيه الاخيره اللي هي مهمه جدا، قد تكون في ابسنس عنا عندنا في السودان، او قد تكون وربما يكون في دول الخليج. امام مجيد برضو معانا دخلت، والشباب عبد الحكيم ومحمود معانا في اللاين، قد توضح لنا الحته زي دي. فانا السؤال الجزئي المهم جدا موضوع الكومبيتنسي، يعني هل في جانب بتاع تحفيز بالنسبه للعاملين؟ لانه انا كنت متابع اخبارك حقيقه على قرب، وشفتك في احدى المستشفيات في نبراسكا، زي يعني ادوك جانب بتاع شهاده تكريميه او تقديريه. فهل في انه يعني الشخص الجاي نيتف اللي هو جاي من برا وهاجر ومارس العمل، بيلقى جانب بتاع تحفيز بحيث انك تدخل في منافسات، تكرم كاحسن زول لابراتوري شغال، الموضوع الجوده، الاشياء دي، في هل الموضوع ده يهتم به، وكيفيه الاليه بتاعته او تقييمه؟ لو تكلمت عن جزئيه بعد ذاك نفتح الفرصه للسؤال لوشاح، لانه رافع يدينه حقيقه معلقينه من قبل. ان شاء الله. ايوه صح. طبعا في حاجه اسمها employee recognition. طبعا كل مؤسسه في الولايات المتحده الامريكيه او معظم المؤسسات لديهم حاجه اسمها employee recognition. يعني شنو يقدروا يقيموا و reward، ولا شنو يعني يدوا reward للزول الشغال شغل تمام مشارك كويس. طبعا انا حصلت لي، يعني بعد ما بدات شغلي مع في نبراسكا تقريبا بعد سنه ونص، يعني اخذت reward اللي هي best employee of the year or care kind employee of the year في 2018، اللي هي دايما بيتعملوا للنبراسكا association hospitals. يعني كل hospital كل سنة بيختاروا best employee، وبتحصل celebration في مكان معين، اللي هي بتكون في دايما في يومها بحجز لك فندق لمدة انت وأسرتك 3 أيام ولا يومين، وبدوك سيرتيفيكيت وبدوك اوورد اللي هي ريكوجنيشن من طريق الاسوسيشن هاسبيتال بريزيدنت. يعني دي حاجه مهمه جدا. يعني وحاليا في المستشفى اللي انا شغال فيه برضه في ريكوجنيشن. يعني كان قبل 3 أو 4 أسابيع حصلت لي ريكوجنيشن، حاجه اسمه هاي فايف اوورد برضو. يعني بشوفوك انت اشتغلت شغل كويس وقدمت شغل تمام، يعني حصلت لي ريكوجنيشن وقدموني هاي فايف اوورد. مع انه انا بدات الشغل الجديد بدات بس تقريبا لي ما عندي 3 مانس. يعني سبحان الله، يعني تحفيز. يعني ما وما ودائما انت بتنافس، يعني انت وشغلك واجتهادك. خريجين مش خريجين مختبرات وبس، يعني كل زول درس جامعة أو قرا، الحكاية هي اجتهاد وكمية المعلومات اللي أنت درستها وأخذتها من هناك. يعني ما بختلف كثير، هي نفس المعلومات اللي هم بياخذوها والكتب اللي بياخذوها. وأنت لما تيجي تشتغل معاهم أنت مستواك ما بيكون في فريق كبير، يعني بالذات في الورك كل مستوانا ومستواهم هي زي ما هي، وممكن يكون افضل كمان. يعني باجتهادات انت ممكن بس حسب اجتهادك ممكن انت يختارك تكون افضل امبلوي وتتقدم. وفي ما شاء الله في سودانيين شغالين هنا، يعني بيبقوا لاب مانجرز، واحدين بيبقوا ريجنال مانجرز، يعني بس اجتهادات منهم وما شافوك. يعني سبحان الله. انا ما اعرف هل في السودان في برنامج زي دي بيعمل ريكوجنيشن للامبلوي ولا لا.
والله الله اعلم غيته، لكن يعني نقول يعني ما شاء الله، يعني نسمع بك دائما متطور ومتقدم في مجالك، وانا اتيح فرصه حقيقه للاخ وشاح لانه رافع يدينه. خليه يعمل أمنيوت لنفسه. ايوه عملت عليه. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. عليكم السلام. عمل أمنيوت لنفسك. أيوه تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. الله يديم العافية. ما شاء الله ما شاء الله، دكتور طيب، زميل الدراسة وحبيبنا، وربنا يديك العافية إن شاء الله، ونورتنا كثير والله. يعني فقد يمكن قريب ال 12 سنة. ف... يا مرحب بك يا مرحب بك يا أنا مش هاخد السهوة الأخبار. الحمد لله رب العالمين. تسلم يا دكتور. فعندي ثلاثة نقاط. أول شيء، أنا طبعا أنا هسي عضو في الإسداك اللي هو السودانيز اكريديشن كونسل، اللي هو اسمه المجلس السوداني للاعتماد. فعندنا شغل على اساس انه نشتغل في الايزو 19 15189 على اساس انه نطبق على كل اللابات في السودان وكده. فحيكون الشغل على الاكريديشن اللي قدام ان شاء الله في السودان. فبدينا دورات، ونزلوا دورات بنظام عالمي. هو اصلا المجلس هو تابع للايلاك اللي هو الانترناشونال لابوريتوري اكريديشن كونسل. ف ده قدام كده ان شاء الله حيكون في شغل كتير في الاكريديشن. ويعني انا شايف انه واحد من المتطلبات العالميه، واصلا هو انت لو ما ضبطت شغلك وما بقيت ابروفل ما حتقدر تمشي ده قدام. فان شاء الله ده شغل مبشر جدا جدا. عندي النقطه الثانيه بتاعت انه هسي مثلا انا هسي عضو في يعني مثلا في تطبيق اللينكد ان بيجيب لك كميه من الوظائف، ففيها وظائف بيقول لك انه انتري جوب. فبيقول لك انه حتى انت ما مطالب ان يكون عندك الاي سي بي، ممكن تكون بس اللي قبل. فداير اشوف يا دكتور توضح لنا اللي قبلتي بس، لانه انه الزول يكون اللي قبل للاي سي بي مثلا عشان تو جيت جوب يعني او كده. فهل الحاجات دي هل فعلا هي يعني متاحه او كده، ولا هو بس يعني ده نظام بتاع هانتنج كده ما مفهوم؟ فدي النقطه الثانيه. بس نجاوب على دي، خلي عندي سؤال ثالث بس يمكن ما تذكرته، ما مشكله. طيب والله ما شاء الله كلامك بالنسبه للاكريديتيشن دي مهمه جدا، وزي ما قلت انا الدبليو تي او طبعا شغالين مع ناس مع افريقيا عموما، الدول الافريقيه ماشيين اندر ستاندرد زي ما قلت انت تريبل ايسو 185، ومهمه جدا لو كان انتم لو قدرتوا تدخلوا معاهم وتجيبوا الاكريديتيشن للسودان. يعني ده بيكون كلام جميل جدا. بالنسبه لللينكدين والوظائف الموجوده في اللينكدين، يعني دائما نظام الانترنس دائما بتكون وظائف ما بتفول جروش. يعني انت ممكن تدخل ويقبلوك الانترن، بس يعني انت تدخل معاهم ممكن ما يكون فيها راتب ولا اي حاجه، عشان تكتسب الخبره وعشان تكون انت كواليفاي مثلا لسيرتيفيكيت، ولا انت بتكون شغال انترن وتعمل شنو ويتنج فور يور تشانس، يعني انت منتظر تحصل جوب اوبننج وتقدم فيها. دائما الناس اللي بتدخل الانترنس هنا مثلا الناس الخريجين الجداد وكذا، لكن بالنسبه لزول من السودان ومن دوله ثانيه مرات الانترنس ما بدوك الفيزا. الصعوبه هنا انه ما يدوك فيزا، لكن لو كان بدوك فيزا عادي ممكن تجي تنزل الانترنس وتكتسب الخبره وتنزل الامتحان. ده بالنسبه لهم. لكن معظم الوظائف اللي بتنزل في اللينكدين معظمها حقيقيه، لانه هي الموقع بتعمل اي كل الوظائف اللي بتنزل مفترض تكون حصل لها تكون وظائف حقيقيه، يعني ما يكون فيها اسكام وكده حسب كلام الموقع، لكن ما متاكد لانه الهاكرز والحاجات دي مرات بينزلوا فيها. لكن انت لو قدرت تقدم في مثلا كل وظيفه نزلت في لينك ان، دائما بيكون في لينك للكومباني ويب سايت. يعني انت مرات ممكن تقدم عن طريق لينك ان، لكن احسن انت تاخذ الرابط وامشي الكومباني ويب سايت وادخل شوف هل الكومباني عملت اناونسمنت للجاب،
مرات بيكون الجاب حصل لها اناونسمنت، حصل لها فيلينج، ولسه الاعلان موجوده في الموقع الثاني. يعني ده مهمه جدا، يعني قبل ما تقدم وتتابع امشي في الموقع الحقيقي وشوف هل الوظيفه دي متوفره ولا متوفره. لكن صح، في الانترنس وناس كثير انا بيشتغلوا منهم. انا كنت عارف عندي صاحبي يتخرج جديد، واحد هنا من امريكا يتخرج جديد وعمل انترنس تقريبا لمده سنه، وفي النهايه يتوظف معاهم وشغال الان. يعني الحاجات دي موجوده. شكرا، شكرا جزيلا. طب نشوف اذا كان في عبد الحكم، عبد الحكم علي. عبد الحكم الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عبد الحكم، صحه والاخبار؟ كيف حال الاخبار؟ ان شاء الله طيبين. الحمد لله يا لله، اخي، الحمد لله رب وفقنا. احنا من الرفاعه لكن دخلنا في الشبكه، غايه الشبكه كويسه الليله معنا، الكهرباء ما قطعت. نشكر ربنا عليها يعني، ومرحبا بكم كلكم يعني، ياسين، دكتور نادر، وشاح، شاب كلهم ما شاء الله. فانا طيب، عندي سؤال. اي عندي سؤال بسيط كده. أي. فدائما الناس بيكون في يعني ديبيت كبير بينه، يقول لك يا اخي الشهاده التاسع، وضحت انه احنا يعني نفس الكتب ونفس الاشياء يعني نفسها، وفي النهايه نفس مثلا في المايكرو، نفس المايكرو في السودان هم أي. مايكرو عالمي. أي. كويس، لكن بيجي الاختلاف في التقييم. يعني انت كان في مشكله وانا عشرتها معاك، انه بتاعت انه الجامعة بتاعت بكلاروس ما كان في مشكلة في الصلبس وحادي. فأنا أي. عايزك لو تنورنا عنها شوية كده تكون أفضل يعني، أو تنور الناس عنها. أي طيب، ده كان مشكلة واجهتني برضو في الديتيلز. يعني معظم الجامعات السودانية ما عندهم، يعني هو بس أكثر حاجة هي طريقة الكوميونيكيشن أول حاجة، لانه مرات بكون الريجستر المسجل نفسه وزول الشغال بكون اصلا بكون اللغه في صعوبه في اللغه مثلا، واحده. الحاجه الثانيه بكون في نظام استخراج الشهادات والحياه دي بكون موكله بها الشؤون العلميه. المسجل مثلا ما بيقدر يعمل برين اوت للسيرتيفيكيت ويرسل لهم. والحاجه الثالثه عندنا السلباي ديتيلز، يعني هم دارين التفاصيل، مش بس الترانسكريبت ديتيلز، الكورس نفسه، التفاصيل بالكورس. مثلا انت اخذت في الكورس، مثلا لو جيت قلت في المايكروبيولوجي اخذت كورس، مثلا اخذت 2 اور، مثلا اخذت جرام نيجاتيف بكتيريا، اخذت انتيرو بكتيريا، مثلا اخذت شنو في الانتيرو بكتيريا، بالتفاصيل دارينه. مثلا اخذت في الايكولاي كده، اخذت شنو 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 بالتفاصيل جدا. يعني هم دارينه بالديتيلز عشان يقدروا يقيموا. يعني ما كل الولايات بتتكلف، لكن مثلا ولايه نيويورك التقييم بيتم عن طريق النيويورك ديبارتمنت اوف اديوكيشن، وهم فيري سترينجنت في الحاجه دي. يعني دائما دارين عشان يقيموك، دارين التفاصيل، تفاصيل التفاصيل عشان يقارنوه مع ما تفاصيل ما المناهج عندهم. بعدك لو كان في ديفيشنسي مثلا في حاجه ناقصه، يقول لك والله عندك الكورس كده ناقص، ممكن تاخذ الكورس هنا عندهم وتكمل. يلا ده كانت الصعوبه اللي لقيتني. لكن غير كده، بس زي ما قلنا محتاجين تنظيم، بالتنظيم وحتى الكوميونيكيشن في الجامعات. يعني مثلا عندنا الادرس، الفون نمبرز. يعني احنا ما عندنا عناوين بريد مثلا في الجامعات. معظم الجامعات عناوين بريد بتاعهم مبهم. في جامعات عندهم كان برضه صعوبه جدا انك ترسل عن طريق عناوين البريد. يعني برضه يعني السودان لو يعني مع التغيير الجديد لو قدروا يرجعوا صندوق البريد وترجع تشتغل، يعني تكون مهمه جدا. يعني ده حاجات يعني لو تغيرت ممكن يعني تتحسن الحاجات دي، يعني يكون ما في صعوبه. في ناس كتار يعني اسمهم معلقين في أمريكا، يعني عشان يعملوا تقييم وياخذوا سيرتيفيكيت مثلا، ما بس مختبرات، عندك المجالات الثانيه مثلا ناس الطب والصيدله والنيرسينج والحاجات دي،
يعني لو ما عندك زول في السودان يقوم لك بال 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 بعملية استخراج الشهادة والإرسال، أنت بتكون مؤلف هنا، يا يعني إنك تمشي السودان بنفسك ولا تكون قاعد من خير ما تعمل أصلا، لأنه الحياة دي صعبة جدا يعني. يعني شكرا، شكرا جزيلا، قدرت إن شاء الله أكون رديت عليك دكتور عبد الحكم. شكرا لك كثير. حقيقة كنا دارين من دكتور أيمن مجيد ذكرناه كثير في أثناء الحلقة، لو أدتنا إذا كان بالنسبة لها تعمل في الأمارات كمدربة، موضوع الأكريديشن بالنسبة لنا في اللابات هناك في الأمارات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك دكتور نادر، مرحبا بك دكتور الطيب، جزاك الله ألف خير، يعني ما شاء الله معلومات كافية وافية، وبس للأسف في إن أنا دخلت يعني في الآخر، يعني ما دخلت من البداية، بس ما شاء الله تبارك الله ربنا يجزيك ألف خير يا رب العالمين. شكرا. طيب بس قبل ما الله يسلمك، قبل ما أطرق لنقطة دكتور نادر الحالية، بس عندي أول سؤال لك وبعدين إن شاء الله حرد على النقطة بتاعت الأكريديتيشن، لأنه معظم الأودينس اللي في أمريكا بيسألوني السؤال ده سؤال متكرر جدا، وزي ما بقولوا سمح الكلام من خشم سيده، فمعظمهم بيسألوا عن الفيزا سكرين، أنا ما عارفة هل أنت اتطرقت لها في كلامك أو لا، يعني هم بيسألوا الواحد عندهم ASCP، عمل ASCP في السودان في دولة من الخليج وسافر أمريكا، فالفيزا سكرين كيف يعني يعمل الفيزا سكرين؟ معروف إنه كل ولاية من ولايات أمريكا عندها رخصة مختلفة، فبيسألوا عن نوع الترخيص، أفضل أي ترخيص، الإجراءات من داخل أمريكا نفسها، فيا ريت ترد عليهم. طيب بالنسبة للترخيص، طبعاً في 12 ولاية في الولايات المتحدة من 50 ولاية يتطلب ترخيص للمختبرات الطبية، أما الـ 38 ولاية ما محتاجة أي ترخيص، يعني أنت لو عندك ASCP ولا ASCPI، حتى ACPI بعض الشركات وبعض المستشفيات بتقبل انك تشتغل بال ACPI، لانه في فلبينيين جزء من الهنود شغالين يعني بيجوا بال ACPI. ال 12 ولايه اللي بتطلب لايسنس تراخيص، برضو في تقريبا 9 منها بتقبل ال ACPI، الامريكان ACPI، انت لو عندك امريكان ACPI بس تمشي الموقع بتاعهم وتقدم، بس بيكونوا دارين متطلبات بسيطة، بيعملوا فينجر برينتينج جزء منهم، وجزء منهم بيعملوا فيريفيكيشن انك عندك تعليم عالي وكذا، وبيقبلوا ال ACPI ودوك شنو ترخيص تشتغل بيها. في 3 ولايات عندك كاليفورنيا، فلوريدا، ونيويورك، عندها نظام ايفالويشن خاص بالنسبة لها، ومحتاج تاخذ تنزل امتحان، يعني بعد منها ممكن حتى لو عندك ACPI محتاج تعمل اكزام، لو كان مثلا ACPI قبل 2000 و2000 وقديم من ACPI بتاعك امتحنته قبل 2000، في حاجه جديده الان طالعه بيقولوا انه لو ACPI بتاعك بعد 2000 يعني قريبه ACPI، انت بس تقدم في الموقع ويشوفوا الريكويرمنت متطلبه متوافي ومتطابق معاهم، وتوالي ترسل لهم ال ACPI بتاعك لما انا والله نزلتها بالذات ال MLS، بعض الولايات ما عندهم التخصصيه مثلا لكن دائما عندهم ال MLS، وتوالي يدوك الرخصه وتشتغل بها حتى في نيويورك، لكن بس ال requirement الطلبات بتاعهم، يعني انت لو حتى لو عندك ال ACPI ويقول في الإديوكيشن requirement بتاعك في حاجه نفسها ما بيقبلوه الا شنو؟ الا تجيب الحاجه وتكملها. وبالنسبه للناس الساكنين في امريكا، انا ذكرت انه في الترناتيف لل ACPI، انت لو ما قدرت تمتهن ACPI امشي امتهن AMT ولا امتهن ABBA اللي هي الامريكان اسوسيشن اوف بايوناليسيس، دول برضه معترفين بها انه ممكن لما تاخذ الشهاده تشتغل بها عادي في الولايات المتحده الامريكيه. وفي حاجه ثانيه بالنسبه للناس MLS ميديكال تكنولوجيست، انت لو عندك ASCPI وجيت امريكا عملت خبره 5 سنين عادي ممكن تقدم لناس ال ASCPI والخبره بتاعك بدوك ASCPI بدوك امريكان ASCPI من غير امتحان، بس تكون تمتحن تقدم الاكسبيرينس بتاعك يكون من accredited laboratory وانت تكون امريكان سيتيزن ولا ريزيدنت، وبدوك الامريكان ASCPI.
بحولك الاي اس تي بي اي للامريكان اي اس تي، يعني دي حاجه شكله جديده تقريبا، ما متاكد اغلبها من مثال لكن موجوده في الموقع بتاعه. شكرا شكرا دكتور ايمان، ان شاء الله يكون اجبت السؤال. جزاك الله خير بجد، رديت على السؤال، الله يديك العافيه رب العالمين، ما قصرت. طيب تسلم. بالنسبه للتعليق بتاع الدكتور نادي بالنسبه للاكريتيشن في دول الخليج، بالنسبه للاكريتيشن اول حاجه الواحد بيختار الاكريتنج بودي، يعني زي ما قلت يا دكتور طيب، عندنا الكاب اكريتيشن، عندنا الجي سي اي، ولو انه الجي سي اي بتعمل اكريتيشن للهال هوسبيتال، بس ممكن كمان اللابوراتوري يكون اكريتد باي جي سي اي، ممكن الايزو 15189 كمان يكون اكريتد. اللهم ان الواحد بيختار الاكريتنج بودي، بعدين الاكريدنج بودي عنده تشيك ليست تمام، او اللي هي الستاندردز، انت بتجيب التشيك ليست اوكي وبتبدا فيها، بتبدا تشتغل على التشيك ليست. يمكن التحضير يعني لكل تشيك ليست يختار منك، يعني ياخذ منك 5 شهور، 3 شهور، شهرين، على حسب البريبيردنس او على حسب الجاهزيه بتاعتك في المختبر تمام. بتخلص التشيك ليست كلها، بعدين هم بيدوك ديو ديت للفيزيت بتاعته، لازم يكون في اون سايد فيزيت، هم بنفسهم بيجوا عبارة عن auditors، اسمهم auditors، بيجوا الموقع بيعملوا auditing، يعني بيبحثوا في النقاط التشيك ليست دي، بيمشوا فيها نقطة نقطة. النقطة الأولى بالنسبة مثلا بيقسم المختبر كلابات، لاب الكيمستري عنده كمية من التشيك ليست، يمكن مثلا 50 تشيك ليست، عنده 40 تشيك ليست، بيمشوا فيها واحدة واحدة، ولا بيفضوا ولا شيء. خلصوا التشيك ليست كلها، طبعا عارفين في بدايه اليوم الاول بالنسبه للسيرفي او الاون سايد فيزيت بيكون في الاوبننج ميتنج، بيقعدوا مع بعض بيتناقشوا عن اللي حصل، حضرتوا فيه مده خلال الكام، لو عندكم اي كومنتس عندكم نوتس. بعدين بيبدوا في المرحله بتاعت الاوديتنج نفسها، ممكن الاوديتنج يكون ياخذ 3 يوم، ممكن ياخذ يومين، ياخذ اسبوع، على حسب اللاب، هل هو لاب صغير او كبير زي ما ذكر دكتور الطيب. خلص الاوديتنج، كتبوا المعلومات بتاعتهم، بعدين يتكلم عن الحاجات الديفيشنت اوكي، بيدوك النقاط الأولى، والله النقطة دي والنقطة دي عبارة عن حاجات ديفيشنت أنت مفروض تعدلها. عندهم ديو ديت كمان للكوركتيف أكشن، لازم الكوركتيف أكشن بيبر، عندهم يمكن أسبوع بس تم الكوركتيف أكشن بيبر. أما الحاجات الفعلية في المختبر ممكن يدوك شهر، ممكن شهرين to be corrected. المرة الجاية ممكن يجي on site visit وممكن ما يجي on site visit، بيعتمد. في النهاية المرحلة الأخيرة بعد ما هما ياخدوا القرار إنهم حيكون عندهم القرار إنه to be accredited أو not to be accredited. فالأكريتيشن بس هي رحلة طويلة عايزة تعاون كل من في المختبر، من البورترز أو من الكلينرز لحد اللاب الهيد اوف ديبارتمنت أو المانجر. الإمارات حاليا، دولة الإمارات عملت قرار في 2020 إنه كل اللابات تو بي أكريديتد باي ايزو، دي القرار طلع في 2020، والحمد لله حاليا كمية كبيرة جدا من اللابات، نحن الحمد لله لابنا أكريديتد باي ايزو والهوسبيتال أكريديتد باي جي سي اي. وبس كمعلومة زيادة إنه قبيلة دكتور الطيب ذكرت إنه البروفيشنسي تيستينج، إنه ممكن الكاب يعمل بروفيشنسي تيستينج إذا كان هو أكريدي في اللاب، حتى إذا اللاب ما أكريدي بالكاب ممكن يكون البروفيشنسي تيستينج تبعهم. يعني إحنا حاليا ما أكريدي بالكاب، إحنا أكريدي أونلي بالآيزو والمستشفى بالجي سي آي، بس البروفيشنسي تيستينج بتاعنا تبع الكاب، فعادي ما إلا يكون في أكريديتيشن. ايوه ايوه صح صح، انا بس مس سبوك، سوري انا مس سبوك بهذاك، لانه في حتى المستشفى اللي كنا قبلها في بعض يعني شنو بس الوفره، هي بعض الكومبانيز، بعض الكومباني بتعمل لك الاكسترنال كواليتي كنترول مالك كل المواد، انت ممكن تاخذ جزء من كاب، جزء ارخص مثلا بالاي بي اي، بتاخذ من الاي بي اي. ايوه صح صح يس، بس دي رحله جيرني صغيرونه كده عن الاكريتيشن، ان شاء الله اكون ردت على سؤالك يا دكتور نادر. شكرا شكرا لك كثير يا دكتور ايمان، اوفيتي حقيقه. يعني في نماذج كثيره جدا بالنسبه للامارات، قصدي لو الواحد داير يمتحن مثلا الاي سي بي اي من ناحيه بتاعت اكريديشن، اللاب بتاعه اساسا مؤهل وبالتالي بتكون وفره له. يعني فلانه نحن حقيقه في السودان في مشكله الحاجز دي، يعني حتى واخدت لو خبره او كذا او كذا، معظم اللابات ما فيها ارتباط بالحاجز زي دي. يعني ايوه ياسين عنده سؤال. ياسين تفضل ياسين. ايوه شكرا جزيلا، شكرا جزيلا دكتور الطيب، يعني كفيت ووفيت ووفيت، جزاك الله خير، يعطيك العافيه والله، شكرا الله يبارك فيك. انا ما اعرف if I missed it يعني ولا
هل بيطلبوا يعني امتحان للبروفيشنسي في اللغه الانجليزيه؟ يعني انت زي ما انت قلت حاولت يعني تحسن مستواك في اللغه الانجليزيه، لكن انا ما اعرف اذا ذكرت النقطه دي ولا لا، وشنو الامتحانات اللي هم بيقبلوها وشنو الامتحانات اللي هم ما بيقبلوها. يعني بالنسبه للجوب، لو كان انت داير تعمل دراسات ممكن، لكن بالنسبه للوظيفه كتشتغل انه في المختبرات ما بيطلبوا امتحان، لكن بيطلبوا انك تكون شنو فلوينت reading, writing, and speaking. والحاجة دي هم بعمل تيست، أول حاجة عن طريق الفون انترفيو. من أول انترفيو ضربوا لك تلفون، بقدر يحدد إنك فولون ولا نات فولون، لأن الفون يا بحدد يعني. بدك لما تجي الأون سايت فيزيت برضو بيحددوا الريدينج. الأذر سكيلز طبعا ما بيقدروا إلا بعد ما تمشي، لكن دائما بشوف التوكينج، بشوف إنت هل بتفهم إنجليزي، هم يتكلموا معك بقدر يحدد مستواك في اللغة الإنجليزية، وده المهم مهم جدا. لو إنت مستواك في اللانجوش ما تمام، ممكن يفوتك الفرصة. يعني مثلا يجيبوا ناس آخرين مثلا مستواهم أحسن في اللغة، وبيهتموا جدا. يعني انا لاحظت في امريكا انا ما بيهتموا بالشهادات كثير، يعني ما بيهتموا انك جايب امتياز ولا جايب قصدي جايب نسبه، انهم بس كات اوف معين. يعني مثلا يقول لك والله مينيمم مثلا انت تعب جي بي اي مثلا 3.1، كلكم قدمتوا انت لو جايب 3.8 ولا ده جايب 3.2 هو عنده اذر سكيلز افضل منك، ممكن يشيلوا ذاك وما يشيلوا لك انت. يعني ده الفريق بين هنا والسودان وبعض الاماكن الثانيه. يعني وعندهم ال communication skills مهمة جدا، ده برضو بيرتبط بال language. حتى لو ما بتعرف إنجليزي ما ممكن يكون ما بتكون effective communicator. وفي فريق الناس مرات بيلخبط بين ال language وال communication. ال communication skills بختلف من ال language تبعه. ممكن يكون واحد American لكن شنو ما عنده good communication skills، ده برضو مهمة جدا. شكرا جزيلا. أوكي شكرا جزيلا. شوف يا دكتور ياسين، في أسئلة في اللايف أو في الفيس عشان تقرأ وتجاوب لنا الطيب، وبعد ذلك ممكن نختم إن شاء الله. دقيقة بس أشوف. في سؤال انا نسخته في الشات ممكن تقراه يا دكتور طيب وتجاوب عليه. طيب ان شاء الله نسخته في الشات هنا في الزوم. كويس. طيب انا عشان اعمل فيو للشات هنا اعمل اوت اوف شيرنج ولا كيف؟ لا ما ضروري، في امشي فوق في ال كورنر فوق في اقصى يعني اعلى الشاشه تظهر لك مينيو، امشي اقفل في اقصى الشاشه او اقفل الشير. ممكن نقرا لك. طيب ممكن نقرا لك يا طيب. كويس. السلام عليكم ورحمة الله. قال لك عندي سيرتيفيكيشن بتاعت فلوبوتومي لاب أسيستنت الرخصة، أشتغل، هل ممكن أشتغل في كل الولايات المتحدة؟ وحابة أخذ كورسات زيادة تساعدني في نفس المجال، وما عارفة أبدأ من وين، هل في أي مقترحات؟ هي عندها سيرتيفيكيت من الـ ASCP للفلوبوتومي. طيب طبعا معظم الولايات اللي هي زي ما ذكرنا عندك نيويورك، كاليفورنيا، فلوريدا، هي ولايات بتتطلب
لايسنس وانت محتاجه تمشي تقدم عن طريق الحكومه الولائيه وتشوف متطلباتهم شنو وتاخذ الرخصه. اما لو كنت ساكنه في ولايات نون لايسنر اللي هي ما محتاج لايسنس عادي بالسيرتيفيكيت عندك في العالم السيرتيفيكيت تقدم اي شغل وتشتغل عادي جدا يعني ما فيها مشكله وطوالي. حتى لو كان ولايات جزء من الولايات محتاجه لايسنس بسيطه عادي ممكن لو عندك سيرتيفيكيت يقبلوها ويديك لايسنس معها. لكن انا ما 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 قدرت افهم هل هي عندها سيرتيفيكيشن من الاي سي بي امريكان ولا انترناشونال ولا كان سيرتيفيكيشن من اذر ايجنسي. لكن على اي حال ما دام عندك سيرتيفيكيشن معترف بها هنا معلش اذا فهمت انا السؤال صح، ظاهر انه هي عندها سيرتيفيكيشن بخلاها تشتغل في كل الولايات، هي بس عايزه تعرف الكورسات اللي هي عايزه يعني تستفيد يعني تاخذها عشان تبقى كويسه في مجالها، يعني ما عارفه تبدا من وين حسب ما فهمت من السؤال. في كورسات جميله جدا كان ذكرته الدكتور ايمان في موقع لابسي، انهم كورسات جميله جدا في الفلبارم. حتى ناس السي دي سي ترين عندهم جزء من الفلبارم تقريبا. ايوه دي اشهر اماكن موجوده للفلبارم. غير كده ثاني في public health lab website، يعني كل ولايه يكون عندهم public health website جواها في اللابراتوري جواها فيها كورسات، يعني كورسات free ممكن الزول يستفيد منها، يعني كورسات مفيده جدا يعني. لكن لو دارك كورسات كده بالديتيلز لابسي دي كورساتهم يعني سمحه جدا يعني حتى الاسترتيفيكيشن ولا بعد الاسترتيفيكيشن كورسات سمحه جدا. طب يا دكتور، طيب اذا كان الشخص متحصل على اللي هو في سؤال من الفاتح ممكن ناخده بعدين نسألك، لكن سؤالي إذا الشخص متحصل زي دكتور إمام مجيد وغيره من الزملاء أو الفاتح أو البش متحصل على الـ SCBI وهاجر الولايات المتحدة، هل محتاج تاني يمتحن الـ SCBI العادي اللي هو الأمريكان نيتيف ولا هي تكفي؟ لا، لو كان هي MLS ومثلا دار تحول بس لنفس درجة MLS ما محتاج تأخذ امتحان ثاني حسب الموقف، بس محتاج خبرة من accredited lab. سو كان accredited lab ده داخل United States ولا out ولا خارج الولايات المتحدة الأمريكية. والحاجة الثانية محتاج زول يكون شنو American residence، تكون عندك green card أو تكون أو لأنه محتاج social security number للأمريكان SCPI. لو تستوفى الشروط مع الخبرة 5 سنين تقدم وتدوك الشهادة من غير امتحان. نتيح فرصة للفاتح دكتور الفاتح أبو البش سلطنة عمان، تفضل. مشكورا، يكون ده إن شاء الله آخر سؤال إيك في الإجازة يا الطيب، دي يوم الويك إند بتاعك يعني عفو لينا يعني. لا لا عادي عادي جدا. دكتور الفاتح عملوا أميوت. السلام عليكم ورحمة الله، شكرا جزيلا على الفرصة. وشكرا السلام ورحمة الله. أنا بعتذر أنه يمكن ما حضرت المحاضرة من البداية، لكن احتمال يكون أنت جاوبت السؤال، لكن هزال السؤال بتاعي بالنسبة للـ ACP، يعني الناس مثلا عندهم ACP هم ممكن يسافروا يشتغلوا في أمريكا عن طريق حاليا بيسافروا وأنك تحصل على IELTS 6.5 وبتاخد الفيزا سكرين وبتدخل الـ US عادي. لكن إذا كان مثلا واحد دخل أمريكا عن طريق مثلا ريفيجيز ولا مثلا حتى عن طريق الإميجران أو كده، فهل هناك تاني بيطلب انه لازم يكون في ريكويرمنت بتاعت الايلتس ولا دايركت ممكن يعني لا. يعمل اللايت ياخذها؟ لا لا لأن ما بيحتاج ما بيحتاج. لا لا ما بيحتاج انك تاني تاخذ، لانه انت لو جيت امريكا انت لو بدك تقدم من داخل اليونايتد ستيت
هم بس بهم لك ديتيرمين الانجليش بروفيشنسي بتاعك انت تريد الانترفيو بتاعهم، وشافوك انك يعني يعني ممكن يقبلوك وتشتغل معاهم عادي جدا تشتغل معاهم. يا بس ناس الفيزا هم هم اللي عندهم السكرين والاليتس والحاجات، لكن لو دخلت امريكا خلاص ما عندك مشكله. انا لما دخلت بالنسبه لي انا كتجربه، انا حتى ما اخذت كورس في معهد، ما عندي لا توفل لا ايلتس ما عندي اي حاجه، بس يعني عملت امبروفمنت سيلف امبروفمنت لللانجوج وقدرت اتحصل على الجاب يعني. وعادي ممكن اي حد ثاني ممكن يعمل نفس الحاجه. اوكي تمام شكرا جزيلا. طب يا دكتور الطيب بالنسبه لي، طب انت يعني ما احتجت الايلتس او التوفل وقلت دو يو بار سيلف. طب جبيل انت ذكرت في ممر حديثك بالنسبه للمطلوب منك لبعض الاورس للتريننج، هل يكتفي بانك ذكرت من ضمن الويب سايت بتاع التريننج للسي دي سي، هل يكفي انه اونلاين انه مثلا اخذ سيرتيفيكيت انه مثلا اخذت الكورس الفلاني ودي تعتبر لي ابديتد بالنسبه لي للكريد اوت معتمده، ولا الا انزل تريننج في هوسبيتال او اشتغل في حاجه واقوم اقول عندي ساعات المضافه؟ لا لا بالنسبه للمينتيننس اللي هي الاور 36 ساعه ما محتاج انك تنزل يعني، حتى الفري سايت برضه بيساعدك انت بس كيف تاخذ تعمل ال 36 ساعه يكون عندك الشهادات تتبعها وترسل عليهم السوفت وير، هم بس بيعملوا فيريفيكيشن. طبعا كل شهاده بكون عنده رقم هم بيقدروا يرجعوا بيه يعملوا فيريفيكيشن، بس ترفع عليهم وهم محتاج يعني. بس في ناس كتار يعني حتى الأمريكانز ما بيدفعوا قروش، بس بمشي للثري ويب سايت بيحضروا سيمينار، مرات كل مستشفى بيقدم لهم بعد الأورز. ومثلا عندنا زي الناس اللي عندهم كاب، ناس انتري الكاب برضو بيقدم لهم بعد السيمينارات والكورسات بدو فيو أورز ممكن تجمعها. ناس الـ API بالذات الـ API أنا كنت باخد منهم، عندهم كورسات بتاخد برضو كريديت يعني كلها فري. شكرا، عايزين يعني الشكر يعني تحت الفرصة، وهو حقيقة مثال نموذج يحتذى به هنا دكتور الطيب، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني يعليك ويرفعك ونسمع أن كل خير، ويجعل لك المحاضرة دي إن شاء الله يعني رصيد لك في سجل حسناتك للاستفادة لكل الناس زي ما عملت حقيقة دكتور إيمان مجيد في الويب سايت ومواقعه. فأنت يعني نورتنا الليلة عن الـ SBI ميلي وكيفية رحلة الاجتهاد والمثابرة، ودايما الإنسان دايما بيقول الاجتهاد والمثابرة دايما بيكون الحظ دايما والتوفيق حليفه. ونسمع عنك كل خير وجزاك الله خير، والليلة أسلكت صدورنا ورأيناك مباشرة وجزاك الله ألف خير وبارك الله فيك. شكرا شكرا جزيلا دكتور نادر، وشكرا لكل الإخوة اللي قاموا في الإعداد تقديم البث، وشكرا لكم بموقع تطوير المختبرات الطبية يعني بجد مهمة جدا يعني احنا بنستفيد منه كل الناس يعني معظم الناس بيستفيدين منه، وربنا يوفقكم على الخير ويكون في ميزان حسناتكم، وان شاء الله نشوف المختبرات السودان تتطور وترتقي للعالمية ان شاء الله. شكرا شكرا لكم للحضور ان شاء الله. بارك الله فيك، جزاك الله خير، الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نقفل اللايف؟ اي خلاص بعدها.